السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم عن الشيء اللي بيخاف منه اليهود وبيعملوه الآن. الشيء ده هو بيزرعوا شجرة بتسمى شجرة الغرقد أو شجرة اليهود، وهي شجرة يزرع اليهود بكثرة، وهي شجرة ليس لها ساق مثل بقية الأشجار، وهي شجرة جاثية على الأرض مفرودة متشابكة العروق والأطراف، وبها شوك كثيف ولا رائحة نتنة بعض الشيء، وهي من الأشجار المثمرة، ولكن ثمارها لا تؤكل، ثمارها شوكية. طيب نيجي هنا، لماذا يزرعها اليهود ويهتمون بها؟ يرجع اهتمام اليهود بهذه الشجرة لمعرفتهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا شجرة الغرقد فإنه شجر اليهود. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحرص السلطات الإسرائيلية على زرع هذا النبات على نطاق واسع وبين حين وآخر، وتعلن الحكومة البدء في زراعة الآلاف منه لما اكتشفوه من قدرته على صد الهجمات الصاروخية. ونشرت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية في وقت سابق خبر أفاد بنجاح هذه الأشجار في صد الصواريخ التي استهدفت خطوط السكك الحديدية وغيرها، مؤكدا مساعي الحكومة لزراعة الكثير منه. وتعتبر شجرة الغرقد أحد الأشجار التي يزرعها اليهود، وقلنا انها لا تمتلك ساق مثل بقية الاشجار، كما انها جاثية على الارض وغير مفرودة. والجدير بالذكر ان ثمرها لا تؤكل، كما انها تعرف في العراق باسم الصريم، وهي الشجرة الكثيرة الاشواك ومرة الثمار، وتوجد بكثرة في الاماكن القليلة المياه والاماكن الجافة. ارجو ان تستمتعوا بهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.